يسعى الوداد الرياضي لتقوية صفوفه بصفقات جديدة قبل خوض مسابقة كأس العالم للأندية المقررة بالمغرب ابتداء من شهر فبراير المقبل وإلى غاية 11 منه. وحسب مصادر مقربة من فريق الوداد الرياضي فإن سعيد الناصري يدرس التعاقد مع 3 لاعبين رغبة منه في التوقيع على مشاركة مميزة في المونديالتو الذي ستحتضنه بلادنا يوم الفاتح من شهر فبراير وإلى غاية 11 من ذات الشهر. ويراهن الناصري على التعاقد مع لاعبين مميزين لتقوية صفوف الفريق الأحمر تحسبا أيضا للشطر الثاني من الموسم الكروي الذي يسعى فيه الوداد الرياضي إلى الحفاظ على لقبي البطولة الاحترافية ودوري الأبطال. وأضافت ذات المصادر بأن الناصري يسعى لحسم 3 صفقات جديدة خلال فترة انتقالات الشتوية المقبلة، إذ يسعى النادي لتعزيز صفوفه بمهاجم أجنبي جديد بالإضافة لمدافع أوسط وآخر يشغل مركز وسط ميدان دفاعي. يذكر أن فريق الوداد الرياضي حاليا يقود في التدريب كل من حسن بن عبيشة وعبد الإله الصابر في انتظار حسم هوية المدرب الجديد الذي سيعوض عموتة في تدريب النادي الأحمر في انتظار الإعلان عن المدرب الرسمي الذي سيعوض رحيل الحسين عموتة.